يتواصل توافد المصريين والسودانيين ورعايا الدول الأخرى عبر معبري أرقين وقسطل. وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري الزميل محمود جميل. محمود، هل لك أن تصف لنا المشهد لديك، آخر تطورات الأوضاع؟ نعم ريهام، بعد التحية، المشهد هنا هو عدد كبير من الحافلات المحملة بعدد كبير من المواد الغذائية وأيضا مستلزمات الأطفال، لكن هذه يعني حركة تجارية ما بين مصر والسودان التي لازالت مستمرة. وعندما تحدثنا مع التجار أو سائقي هذه الحافلات تحدثوا عن أن حركة التجارة مستمرة ما بين مصر والسودان، يقومون ب يعني توصيل هذه المساعدات إلى وادي حلفة ثم العودة مرة أخرى. وحركة التجارة ربما تكون في تزايد هذه الفترة نظرا للاحتياجات الكبيرة للشعب السوداني في هذا التوقيت، خاصة أن هناك عدد كبير من الأطنان التي نهبت جراء هذه الاشتباكات. يعني الخدمات المقدمة لهم. وكان لنا لقاء منذ قليل مع المواطنين الذين توافدوا على مدينة أبو سمبل قادمين من معبر قسطل لدى وصولهم من السودان. يعني أحد المواطنين التقينا بهم كان من دولة تشاد، وأكد أنه يأتي أيضا عبر الحدود المصرية وعبر معبر قسطل لرحلة علاجية هنا في مصر، فهو تلقى مثل السودانيين كل الخدمات الموجودة في معبر قسطل من الخدمات الصحية ومن الوجبات الغذائية وزجاجات المياه. فهنا كل المواطنين الذين يعني يتوافدون على مصر عبر معبري قسطل وأرقين يتلقون كل الخدمات المختلفة. والمواطنين السودانيين أيضا، كان هناك عدد من المواطنين في مصر توافد إلى مصر بعد اندلاع الحرب بعد اندلاع الاشتباكات مباشرة، وأيضا كان في زيارة إلى مصر، سيعود مرة أخرى إلى وادي حلفة لأن وادي حلفة هي المنطقة الآمنة على حد قول المواطنين السودانيين هنا، وسيعود مرة أخرى، هو سيذهب للإطمئنان على أسرته ثم يعود مرة أخرى. نعم. المساعدات أيضا، رأينا عدد كبير من الشاحنات الثقيلة المحملة بعدد من المواد الغذائية متجهة أيضا إلى معبر قسطل. بعض هذه الاحتياجات أو بعض هذه المواد الغذائية ستكون أيضا لمعبر قسطل ولجمعية الهلال الأحمر التي لازالت تقدم كل الخدمات المختلفة. نعم. للمواطنين السودانيين القادمين عبر معبري قسطل وأرقين، هذا بالإضافة إلى الخدمات الموجودة في محافظة أسوان وفي مدينة أسوان وفي موقف كركر الدولي، بالإضافة إلى المناطق الأكثر توافدا وتجمعا للسودانيين بوجود عدد من القوافل التموينية الغذائية بأسعار مخفضة لتقديمها للأشقاء السودانيين. فيعني خدمات كبيرة من الدعم اللوجستي والصحي والغذائي غذائي مقدمة للسودانيين في كل المناطق المختلفة. أشكرك جزيل الشكر مراسل التلفزيون المصري الزميل محمود جميل، شكرا لك دائما على هذه التغطية الوافية.